أستاذ عبد الحميد ومدام خلود عشرة العمر، الرجل والست اللي فضلوا مع بعض تقريبا حاجة وتلاتين سنة، اللي كان دايما في توافق وحب ما بينهم، والست اللي كانت أيداله صوابعها شمع، واللي ما كانش حد يتخيل اللي هيحصل انه ممكن اصلا يكون ما بين الزوجين دول. استاذ عبد الحميد ما كانش حب عادي بالنسبه لمدام خلود، لا ده حب الطفوله، هما الاثنين كانوا جيران وتعرفوا على بعض، ومن ساعتها وهما ارتبطوا وكان ارتباط اسطوري كان بيضرب بيهم المثل في كل حاجه. استاذ عبد الحميد هو حاليا مدير شركه، راجل محترم، ما كانش فيه يعني اي ظواهر تقول اي حاجة خالص، بالعكس هو كان راجل ذو خلق، راجل متدين، راجل يعرف ربنا كويس، راجل هادي الطبع. ومدام خلود انسانة جميلة جدا، من ستات البيوت، لكن مثقفة جدا، وست متنورة، وست قعدتها كمان قعدة لذيذة. عدت السنين وربنا كرم أستاذ عبد الحميد ومدام خلود بتلات أولاد وبنتين، وده يعني كان بالنسبة لهم فضل ونعمة، والدنيا كانت معاهم زي الفل، وإن ربنا كرمهم كمان بالمال والبنون، ده كان بالنسبة لهم حاجة كبيرة جدا. ويفاجأ ابنها، ابن مدام خلود الكبير، إنه لما قال لأستاذ عبد الحميد يا بابا أنا عايز أتجوز هبة، قال له هبة مين؟ راح اداله الاسم بالكامل. أستاذ عبد الحميد حلف عليه وقال له دي بالذات مستحيل، قال له يا بابا أنا بموت فيه مش هينفع، قال له دي بالذات انسى، قال له يا بابا، قال له يا ابني انسى. مدام خلود مش لاقي سبب أو مبرر للهوجة واللي فيها عبد الحميد، ودي كانت اول مرة اصلا يحصل كده، فدخلت تسأله هو في ايه، طيب زعق فيها وخرب الدنيا، قال لها دي بالذات مستحيل، ابنك مش شيلي من دماغ ابنك الكلام الفاضي ده، وراح اول مرة في حياة عبد الحميد يسيب البيت، ساب لهم البيت ونزل. الست دخلت قالت له يا ابني هو طب البنت وحشة، يمكن باباك شايف حاجة انت مش شايف، قال لها يا ماما دي انسانة محترمة جدا، دي ست يعني امها حتى ست كمل، والبنت انسانة محترمة جدا، انا مش عارف بابا اول ما سمع اسم ابوها حصل له ليه كده. المهم انه الست ابتدت تستغرب، حست ان في شيء مش طبيعي، لكن عشان تهدي البيت حاولت تنصح ابنها انه يعيد تفكير تاني، بس هي لقى ان ابنها عنده حق، مفيش اي سبب يخلي ابوه يتجنن بالمنظر ده، يعني مفيش اي مانع، وخاصة انه واضح جدا ان البنت كويسة واهلها ناس كويسين. الولد بيتصل بالبنت فبيقول لها انا عندي مشاكل ان انا اجي وبتاع، قلت له انا بابا جه ضربني ان انا اعرف، انا مش عارف اعمل ايه، انا اول مرة بابا يبقى بالهيجان ده، ويعني ضربني علقة موت، وانا مش عارف ايه اللي مش عارف. لا وانا كمان بابا عمل كده معايا، بس انا ما ضربنيش، انا زعق فيا جامد او ما سمع اسمي. قلت له انا حتى ما قلتلش لبابا ان انت عايز تتقدم، انا ما اعرفش هو عارف ازاي اصلا. لا حكاية دي غريبة، هو في حاجة غلط ما بين ابوكي وابويا، مش مرتاح للموضوع. قلت له انا كمان مش عارفة، انا اول مرة بابا يبقى بالعنف ده. الولد خد قرار انه اول ما يرجع استاذ عبد الحميد هيمسكه ويزنقه في الكلام لحد ما يفهم هو ايه الخلاف اللي بينه وبين ابوه البنت اللي هو بيحب. رجع استاذ عبد الحميد وطبعا ابنه هيموت ويعرف السر، واللي استاذ عبد الحميد ما كانش ينفع يقوله اصلا. المهم دخل معايا الاوضه وقال له انا مش هسيبك غير لما اعرف، ما فهمني، لان انا بعد كده هسيب لك البيت وراح اتجوزها. قال له ما ينفعش يا ابني، قال له انا بص اعتبرني ان انا عاصي وخلاص كده، انا قفلت معايا، انا بحبها. قال له ما ينفعش جوازكم، قال له ليه، هو اللي ما ينفعش جوازنا ده دي، قال له لاني دخ، قال له ايه، قال له اكتم، ايوه دي اختك واكتم وما تتكلمش تاني عشان امك وعشان البيت ما يتخربش. قال له يا بابا اختي منين؟ ازاي يعني اختي؟ لا طبعا مش اختي، انت بتقول اي كلام عشان. قال له يا ابني دي اختك وخلاص اكتم على الموضوع. قال له يا بابا ثواني، ابوها اسمه محمود. قال له ما انا محمود. قال له احي انت محمود ازاي يعني؟ قال له انت عايز تحبس ابوك؟ قال له بابا انا مش فاهم حاجه، احبسك ليه؟ قال له بص يا ابني انا هقول لك الحقيقه، انا عايش بشخصيتين، شخصية عبد الحميد اللي هو ابوك انت، وشخصية محمود اللي هو ابوها هي، وما جاش في بالي ابدا في يوم من الايام ان انت وهي هتحبوا بعض وعايزين تتجوزوا، واللي حصل ان انا متجوز اتنين، امك خلود وامها
انعام، والاتنين ما يعرفوش حاجة عن يعني عن ان انا ليا شخصيتين، ولو اتكلمت انا هتحبس. الولد ما كانش قادر يستوعب اللي بيقوله ابوه ده. انت ابويا فعلا؟ انت بجد؟ ازاي يعني؟ وليه اصلا انت عملت كده؟ وليه عشت بشخصيتين؟ وليه ليك اسمين؟ ما انت الشرع محللك اربعة، انت ليه كده؟ وهل انت فعلا ليك اسمين بس ولا ليك شخصيات تاني؟ ولا ايه الحكاية؟ انت مين؟ استاذ عبد الحميد خد بعضه ونزل ومرضيش يجاوب على ابنه على ايه. راح ابنه خد بعضه ونزل راح لعمه، قال له يا عمي انا محتاج اعرف منك هو ايه حكاية بابا بالظبط. قال له حكاية ابوك؟ ايه حكاية ابوك يا ابني؟ قال له يعني انت عايز تفهمني ان انت ما تعرفش؟ قال له لا ما اعرفش ايه بالظبط بقى. قال له ما تعرفش ان بابا عايش باسم تاني ومتجوز ومخلف؟ قال له اخويا انا عايش باسم تاني هو متجوز ومخلف؟ ده مستحيل. انت بتقول ايه يا ابني؟ جبت منين الكلام ده؟ قال له من بابا. قال له ازاي يعني؟ الكلام اللي انت بتقوله ده ولا في الخيال اصلا، مستحيل. انت بتقول ايه يا ابني؟ قال له بص انا حبيت واحده ورحت قلت لابويا عايز اتجوزها، راح قلب علي انا وامي، وفي نفس الوقت البنت دي قالت لي ان ابوها ضربها. راح عمه قال له يا ابني ممكن تكون صدفة، انت بتهرتل بايه؟ انت عارف يعني ايه اللي انت بتقوله ده؟ قال له انا مش قادر افهم حاجة. قال له انا دماغي وقفت، انت اللي انت جبته لي ده مصيبة سودة، يعني ايه اخويا ليه اسمين؟ وراح اتصل باستاذ عبد الحميد وقال له عبد الحميد انا عايز اشوفك دلوقتي حالا. قال له يا خالد الكلام اللي قاله لك ابني محمد صح، واكتم على الحوار ده ومش عايز صداع فيه. قال له عبد الحميد ايه ولا صح؟ انت عايش بشخصيتين؟ قال له يا خالد ما تفتحش مواضيع مش هيجي من وراها غير الصداع، اقفل القصة دي وزعق في محمد وقول له يتلم وما يقولش لحد تاني لان بكده هيحبسني وانا هختفي كام يوم لحد ما الامور تهدى. قال له هو في ايه يا عبد الحميد؟ ما تفهمني، هو انت في مشكله معاك؟ في حاجه معاك؟ ما تقول لي يا عبد الحميد. قال له الموضوع كبير والحكايه لو اتعرفت انا هتحبس. قال له يا اخويا فهمني، طب انت فين؟ قال له ما اقدرش اقول لك انا. المهم الولد ابن استاذ عبد الحميد طلع من عند عمه وهو متنرفز مش عارف هو في ايه، ومصدوم في ابوه ومش قادر يفهم اي حاجة، حاسس ان هو دخل في دوامة هو مش عارف لها راس من رجلين ولا فاهم اي حاجة خالص. رجع لامه قال لها بص يا ماما انا عندي كلام عايز اقوله لك وانا خايف عليكي ومرعوب ان انت تتعبي بسببه، بس والله انا لولا ان الموضوع كبير جدا انا ما كنتش هكلمك فيه. هتقول يا ابني في ايه بس مالك؟ قال لها ابويا متجوز عليكي وليه اسم تاني. قلت له انت بتقول يا ابني الكلام ده مستحيل، ابوك ده عشرة عمري، ده من واحنا عيال واحنا عارفين بعض، مستحيل. قال لها عمي نفسه اتصدم في نفس الحكايه، بس ابويا متجوز عليكي وهو عايش باسم تاني في مكان تاني. قلت له يا ابني هو الراجل بيلحق ده من ساعه ما مسك الشركه وهو على طول بيسافر شغل. قال لها ماما لا ده مش شغل، ابويا في سر وراه وهو خايف يتحبس وهو مش هيرد عليكي لانه هو مسافر في مكان، هو حتى مرضيش يقول لعمي هو راح فين. قالت له يا ابني مستحيل اللي انت بتقوله ده، ابوك ابوك ده راجل محترم انا طول عمري عايشه معاه، يعني مستحيل. قال لها يا امي انا كنت هتجوز اخت. قالت له انت بتسمع افلام هندي كتير، انت الكلام ده فيلم هندي؟ لا مستحيل، مستحيل يعني اللي انت بتقوله ده. قال لها هو ده اللي حصل وده سر ان ابويا زعق فيا وخرب الدنيا وراح ضربها، هو دي الحقيقه، وابويا نفسه مستغرب وما كانش عامل حسابه ان ممكن يحصل حاجه زي دي في يوم من الايام، فهرب حس ان احنا كشفنا سره، بس ايه سر ابويا اللي انت متجوزاه ده انا مش عارف. قالت له ابني انت انا هتصل بعم. وراحت مدام خلود مسكت التليفون واتصلت باستاذ خالد تساله وتستفسر منه. قال لها بصي انا مصدوم زيك، انا مش قادر اتخيل اللي بيتقال ده، انا ما اعرفش، انا مش عارف عبد الحميد ايه اللي حصل له، بس هو طول عمره انا ما اعرفش ليه غير ان هو عبد الحميد، والله العظيم انا ما اعرف اي حاجه، ويعني ده انت متربيه معانا وعارفه. قالت له ايوه انا عارفه كويس، انا عارفه جوزي. راحت طبعا اليوم دوت عبد الحميد ما جاش البيت، فراحت هي تسال عنه في الشارع، وكانت الصدمه الكبيره ان هي اكتشفت انه ما فيش حد اصلا شغال في الاداره اسمه عبد الحميد، وان جوزها ما دخلش الشركه دي ولا اشتغل فيها نهائي. الست طلعت من الشركة وهي بتضرب أخماس في أسداس. اللي هو ده أنا ليا 30 سنة عارفة أن أنت في الإدارة هنا في الشركة وبتاع، ما أنت كنت بتروح فيه؟ سفريات إيه اللي تبع الشركة؟ ما بتصرف علينا منين؟ وأنت مين؟
وطبعا كان جواها كمية اسئلة كبيرة بتحاول ترن عليه لكن مش عارفة توصل. واتصلت باخوه خالد وقالت له اخوك ما اشتغلش اصلا في الشركة دي خالص. لا مستحيل يا خلود يا خلود مش مستحيل، انت بتقول ايه؟ اخويا طول عمره في الادارة في الشركة. قالت له ما انا كنت فاكرة كده، بس انا لما سألت قالوا لي ما فيش حد اسمه عبد الحميد هنا خالص. وريتهم صورته قالوا لي ان هم عمرهم ما شافوه، وهي دي الشركة اللي جوزي مفهمني ان هو شغال فيها. انت اخوك بيعمل ايه بالظبط؟ هو في ايه؟ لا انا مش عارف، انا مش عارف اقول لك ايه والله، انا مصدوم زيك بالظبط ومش عارف، وحتى مش عارف هو فين. المهم انه عبد الحميد اختفى 6 شهور من غير اي خبر عنه. وفجاه جه واحد من المباحث بيسال عنه. الست خلود بتقول لهم هو في هو عليه ايه بس. راح المخبر بتاع المباحث اللي بيسال عنه وقال لها ده عليه قضيه نصب كبيره جدا. قالت له نصب ايه؟ انا جوزي عليه قضيه نصب؟ ازاي يعني نصب على مين؟ طب يعني طب لو كان نصاب ما كان بان عليه. قال لها جوزك انتحل شخصيه واحد اسمه الشيخ محمود وعاش بيها لسنين طويله، اقنع الناس بمشروع توظيف اموال وخد منهم ملايين وهرب بره. قلت له جوز مين وبتنجان مين؟ انتوا متاكدين ان ده جوزي؟ هو جوز، هو نفس الشخص اسمه الحقيقي عبد الحميد ومنتحل من 30 سنه شخصيه باسم محمود، وكان بيمهد لجريمته اللي هو كان مخطط لها من زمان ان يعملها. قلت له جوزي انا انتوا بتقولوا ايه؟ لا جوزك ليه 30 سنة شغال في توظيف الأموال وكان بيمهد إن يخبط خبطة كبيرة، وهو كان قدام الناس شغال بياخد منهم الفلوس عشان يوظف لهم فلوسهم ويجيب لهم عائد، وهو كان تاجر عملة ومخدرات. قلت لهم جوزي أنا تاجر عملة ومخدرات و30 سنة وعايش باسم محمود، أنتوا بجد؟ قالوا لها آه ده جوزك، وجوزك على فكرة عنده بنت وولد وهو في البلد التانية اسمه محمود ومتجوز. الست ما استحملتش الصدمة وقعت من طول، دخلت المستشفى وعيالها حواليها وهي مش قادرة تستوعب هو ايه ده، هو ده بجد. وتفاجئت وهي ابنها بيقول لها دي اخت، وعلى فكرة امها في الأوضة اللي جنب. واتصدمت نفس الصدمة في ابويا، محدش منكو كان يعرف اي حاجة عن التاني، ولا حد فيكو كان يعرف حقيقة ابويا. اللي احنا عرفناه من المباحث ان ابويا هرب على بلاد بره بالفلوس ومعاه واحدة كانت شغالة المفروض مساعدة ليه، اللي هي كان بعرفك عليها على انها سكرتيرة، خدها وطلع بيها برا. وعلى فكرة هي مش سكرتيرته، دي مراته التالتة.